احنا في رمضان ودي فرصة، وفي الشهر الكريم احنا بنتقرب اكتر لربنا وبنحاول نتخلص من ذنوبنا، وزي ما بنحاول نتخلص منها تعالوا نتخلص من الدهون والسمنة عشان تبقى خارج من رمضان من غير ذنوب ومن غير دهون وكرش وبوزن صحي. السلام عليكم ورحمة الله، انا خضري مظهر وانت بتتفرج على مصر فبون. عشان تخس سواء في رمضان او بعد رمضان انت بتعتمد على حاجتين مفيش غيرهم اللي هم الدايت والرياضة. والدايت ده عبارة عن الاكل اللي انت بتاكله واللي هو سعراتك الحرارية، اكل قد ايه واكل امتى وازاي وايه انواع الاكل اللي اكلها وايه الانواع اللي ما اكلهاش. والرياضة هي التمارين، ايه احسن تمارين اقوم بيها وامتى ووقت قد ايه اقوم بالتمارين. بداية عشان اعرف اكل قد ايه واكل ازاي واكل امتى في الدايت لازم تعرف سعراتك الحرارية، وعشان تعرف سعراتك الحرارية لازم تحسبها بطريقة صح. انا سبت لكم فيديو هتلاقيه ظاهر في علامة الاي فوق، وكمان سيبوا لكم في صندوق الوصف اللي تحت هتعرف من خلاله تحسب سعراتك الحراريه المطلوبه منك في اليوم عشان تبدا تخس. الدايت في رمضان بيتقسم على وجبتين اساسيتين اللي هم وجبه الفطار ووجبه السحور، وجبه ثالثه واللي هي الوجبه الفرعيه اللي في النص ما بين الفطار والسحور. هنقسم وجبه الفطار دي على حاجتين اللي هو انا بكسر صيامي على ايه والوجبه الاساسيه اللي باكلها في الافطار. دلوقتي انا بكسر صيامي على ايه؟ انا عايز اخس فهكسر صيامي على تمره لثلاث تمرات ومعاهم كوب لكوبايتين ميه او كوبايه لبن منزوع الدسم ومعاها التمر او بورد شوربه صغيره ومعاها التمر او كوباية عصير من غير سكر ومعاها طب. وبعد كده تقوم تصلي المغرب وترجع للوجبة الأساسية. منك تكون صليت هتكون عدت ربع ساعة كده انت هيأت معدتك انها تستقبل الأكل عشان ما يحصل لكش أي مغص أو تحس نفسك مرهق أو يحصل لك حتى هبوط بسبب انك كلت على طول في المعدة ما كانش مستعد لكده. الجزء الثاني من وجبة الإفطار وهي الوجبة الأساسية نفسها لازم تتكون من ثلاث حاجات: النشويات، البروتينات، وكمان مصدر للمعادن والفيتامينات. النشويات ودي هتقللها على قد ما تقدر، زي انك تكتفي بأكل نص رغيف عيش أو مثلا طبق رز مكون من خمس معالق لأربع معالق رز أو مثلا الصيام المسلوق. هتختار حاجه من دول كمصدر من مصادر النشويات، وبالتالي انت خدت النشويات او الكربوهيدرات المطلوبه منك في اليوم اللي هي بتمدك بالطاقه. تاني حاجه زي ما قلنا واللي هي بروتينات، وده زي انك هتاكل صدر فرخه او مثلا لحمه مسلوقه او المشويه او سمكه او عدس او اي نوع من انواع البروتينات المتوفر عندك، فبالتالي انت خدت المطلوب منك في البروتين. تالت حاجه اللي هو مصدر المعادن والفيتامينات اللي هو طبق السلطه الخضراء، لانه مش بيتخن بس بيشبعك. طبعا بعض الفطار بيبقى الواحد نفسه يحلي، مش هقول لك تحرم نفسك من كل حاجه حلوه قدامك، لا بالعكس، انت مثلا خد حاجه حلوه اللي انت عايزها بس بنسبه صغيره او حته صغيره خالص، يعني حته بسبوسه او حته كنافه صغيره خالص بس. ان كنت هتاكل الحلويات او هتشرب العصير المسكر فلازم يكون بعد الفطار من ساعتين لثلاث ساعات. ليه؟ طب عشان انا لو اكلت الحاجات دي بعد الفطار مباشره فان كل الاكل اللي انت اكلته قبل الحاجات دي بيتحول لدهون، فانت كده هتتخن مش هتخس. كده انت خلصت الوجبه الاولى اللي هي وجبه الفطار، هتخش على الوجبه الاساسيه الثانيه اللي هي وجبه السحور، وبرضه لازم تكون من نفس ثلاث حاجات اللي قلناها من فوق اللي هم النشويات والبروتينات ومصدر للمعادن والفيتامينات. هاكل ايه طب في السحور؟ هتاكل مثلا طبق فول صغير اللي هو خمس معالق فول ومعاه نص رغيف وعلبه زبادي، او مثلا بيضتين مسلوقين ونص رغيف وعلبه زبادي، او شريحه بطيخ ومعاها جبنه قريش، او خمس معالق شوفان ومعاها علبه زبادي. كده انت اتسحرت وخدت المطلوب منك في وجبه السحور. تيجي للوجبه الثالثه اللي هي ما بين الفطار وما بين السحور، دي عباره عن فاكهه، تاكل مثلا منها بطيخ او جوافه او برتقان ومعاها اي نوع من انواع الخضار زي الخيار او الخس او الجزر. اي نوع من الخضار ده كل منيه زي ما انت عايز لانه بيزود ترطيب في جسمك، فمش هتحس بالعطش طول اليوم وكمان مش هيتخنك. وممكن تاخد في الوجبه دي مشروب دافئ زي القهوه او الشاي او الشاي الاخضر. والجزء الثاني معانا وهي الرياضه. هنفترض انك مش قادر تروح الجيم عشان تلعب رياضه عشان تخس، فهتبدا تمشي لمده ساعه او مثلا تجري لمده نص ساعه. طب ايه احسن ميعاد ممكن العب فيه؟ ممكن تلعب قبل الفطار بساعه او بعد الفطار من ساعتين لثلاث ساعات. بس كده انت ما حرمتش نفسك من الاكل وفي نفس الوقت اكلت اكل صحي وطلعت من رمضان خاسس من 5 ل 10 كيلو في الوزن. منشن الفيديو ده لصاحبك اللي بيحاول يخسس في رمضان ومش عارف. اشوفكم فيديو جديد، سلام.